السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واش راكم مبروكه ورمضان كريم؟ اليوم مرحبا بكم في هاد الوصفه اللي غادي نحضرها معكم. الدجاج بطريقتي كي كندير ليه بلا كوكوط بلا الماء في المقله، كناخذ فيها كندير فيها اول حاجه كنديرو زيت الزيتون، هي اللي كتزين الماكله كما كتشوفوا، دائما هي اللي كتعطينا البنه. هنا كنحط الدجاج ديالي، عندي هنا جوج فخاط الدجاج، دائما كنحيد له جلد على حسب ديك لاكريس داك الدهنيات، وعلى حسب راكو عارفين ديك الجلده انا المهم ما كتعجبنيش، وما كان ما كنبغيش انا الحاجه الدهنيه بزاف، كنحيد لها، كنضيف واحد شويه ديال نيورة حلوة، الخرقوم، شوية ديال الإبزار، الملح بطبيعة الحال، واللي كيدير ريجيم أو لا شي حاجة ما بغاش يدير الملحة ما يديرهاش، مهم راكو عارفين الملحة ماشي ضرورية. هنا اهم حاجه هو سكينجبير، سكينجبير ضروري نكثروا منه، انا كيعجبني بزاف. وهنا كنضيف انا في مع الدجاج كندير واحد شويه ديال الكمون، غادي نحك هنا واحد جوج فصوص ديال الثوم، هنا البنات عادي نضيف القزبور مقطعه، هنا البنات عادي نضيف واحد شويه ديال السمن، السمن الحيل كتعجبني السمن بلديه، حاجه بلديه زوينه. هنا البنات كنشعلوا عليه النار، وعادي تشوفوا كيفاش عادي يطيب بلا ما بلا حتى شي حاجه. حنا دابا البنات غادي نقلب، شفتوا غير ديك الزيت ما اللي كينزل عليه هو فاش كيطيب، هانتوما داخلو دابا فيها صافي. هنايا عادي نضيف هاد البصله ديال البطاطا، كنوحد الحبيبات ديالو صافي. كيما ضفت الطماطم والبصله والبطاطس، كنضيف واحد شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الكمون غير باش كيعطي داك البنه وكيزيد يتختر فيه الماك، ونتلاقاو من بعد. نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون كما ديما، هي اللي كتعطيهم المذاق الماكله كاع، اي ماكله كتعطيها المذاق رائع. كما كتشوفوا البنات البطاطا كلها تشحرت مزيان، جات محمره هي البصله، راه طابو غير في الماء ديال الفار ديالهم، ما درت لهم لا ما لا حتى شي حاجه مع المهم البنات ما نقول لكمش كيفاش جايه، باينه باين 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 بنين
لان فيه غير زيت الزيتون ومشحر. عرفتي شوف كي كتبان البطاطا بحال تشوات، غير داك شويه ديال زيت الزيتون وداك الماء ديال البصله هو فاش طاب كلشي. البطاطا كلها محمره، ها نتوما شوفوا كلها محمره مزيان، وكتعطي هذيك البنه غزاله. دابا اسمع غادي نديرو، عاد نضيف لها واحد شويش ديال الزيتون. عندي واحد القليطة نخليوها هنا اللي بغا يتقليط بها. المهم راه مطيبش بالحار، راه غير وصافي. نتمنى لكم أمسية سعيدة وتهلاو في روسكم، ونتمنى ان هاد العشي وهادي نالت الاعجاب ديالكم. جربوها راها صحيه وزوينه وبنينه وسهله. الى اللقاء، مع السلامه.